قبل اللي نزلتها، لأنه بتعرفوا اكتشفت إنه السوشيال ميديا ما بيحبوا الناس تكون على طبيعتها. يعني حكيت الشيء اللي صار معي تماما، سويتوني مو واثقة من نفسي وخايفة أطلع بشكلي وما بعرف شو. يعني والله I'm just being يعني a normal girl. يعني صار مع موقف وحكيته، ما ضروري تعملوني إنه أنا مو قدوة وما بعرف شو. طبعا هلأ في ناس حتسألني شو القصة، خلص طاف طاف ما عليكم، بس انا بطلتكم على طبيعتي والله. لانه الصراحه يعني هاليومين او يمكن هلا انتم، يعني مو انتم، في بعض الناس مستنفرين هالفتره، يعني بس ينسوا مواضيع الاعراس والتنمر نرجع نحكي. كلن اكيد اللي ما فهم فكرتي وهيك فسر على كيفه وسواني انساني غير واثقه من نفسها، هدول اكيد مو متابعين القدماء، لانه احنا بنفهم مع بعض بالعاده. فيا انتم متغيرين يا اما هدول المسجات من مو متابعين القدامى، من متابعين الجدد. نرجع نتعرف على بعض. anyway عن جد رايحة انام، خليني هيك اعمل disconnect. احلى شي النوم يا جماعة.